إلى واجهة الأحداث الدولية وإلى قلب الملفات، عادت الجزائر لتقصي الغياب من قاموس دبلوماسيتها، وينغرس حضورها وتأثيرها على جميع الجبهات، من موقع ريادتها في الساحل ومكانتها في الاتحاد الإفريقي إلى صوتها في الهيئات الأممية والدولية. تحرك الرئيس عبد المجيد تبون نحو تجسيد مفهوم جديد لسياسة خارجية نشطة واستباقية رجعت فيها الجزائر علاقاتها على جميع المستويات، فاعتمدت لغة هادئة حين توازنت المصالح وفرضت كلمتها وقواعدها في المعاملة والتعامل والندية في مواقع تطلبت ذلك. عمل كبير على مستوى الدبلوماسية الاقتصادية وانفتاح على خيارات متنوعة مكنت الجزائر من خلال الوجهات المتعددة لرئيس الجمهورية من إبرام شراكات براغماتية، وسارت على نهج تعزيز نفوذها الدولي عبر التعامل النفعي المتجاوز لتجاذبات الوضع الدولي الذي فرض ثنائية الغذاء والطاقة. والجزائر تسعى اليوم إلى الالتحاق بركب البريكس. متغيرات متسارعة أصرت الجزائر أن تتفاعل معها الدول العربية ككتلة موحدة، فتعدت قمة الجزائر حدود الوطن العربي، وتوصل العرب إلى التفاهم السياسي في ظروف مغايرة تماماً، وأعادت القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام بعد جهود كبيرة لإنهاء الانقسام بين الفصائل وتحقيق الوحدة الفلسطينية. لم ترضى الجزائر بأي حلول للملفات العالقة إقليمياً إلا بتواجدها كطرف فاعل مغلب للحلول السلمية، على رأسها الملف الليبي والوضع في مالي والساحل. وتوجهت بقوة نحو بعث دور الاتحاد الإفريقي على الساحة الدولية، وهي تسعى من خلال ترشحها لشغل منصب غير دائم بمجلس الأمن إلى ولوج مراكز صنع القرارات الدولية عبر بوابة مجلس الأمن من أجل معادلات تنصف إفريقيا. توجهات متجددة فعلت الجهاز الدبلوماسي، وكان لزاماً العمل على أساليب جديدة لأداء دبلوماسيين عبر العالم وتمكين جاليتنا الوطنية بتأطيرها من تقديم إضافة نوعية لجهود التحولات الكبيرة. فلم يفوت السيد الرئيس في كل خرجاته فرصة الالتقاء بجاليتنا، بل كان أحياناً يستهل زياراته بلقائهم. تحرك هادئ وصعود بارز للدور الدبلوماسي للجزائر، فرض انخراطها في رهان تدوير الزوايا عبر دبلوماسية التواجد والتأثير.